ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. مثلت اليوم الثلاثاء الفنانة دنيا باطمة أمام المحكمة الابتدائية بمراكش على خلفية الاشتباه في تورطها في قضية حمزة مومبيبي. وكشف مصدر إعلامي أن المحكمة أرجأت ملف متابعة باطمة رغم أن الملف جاهز، مبرزا أن الفنانة الشهيرة حضرت المحكمة رفقة زوجها المنتج البحريني محمد الترك، وتم تأجيل الملف حسب ذات المصادر إلى غاية 28 من شهر يوليوز الجاري بناء على طلب من دفاع المطالبين بالحق المدني قصد إعداد الدفاع. وتعرف قضية متابعة الفنانة دنيا باطمة في ملف حمزة مومبيبي تطورات مثيرة ومتابعة دقيقة من قبل جمهورها ورواد منصات التواصل، لا سيما بعد مرور أشهر طويلة عن متابعة شقيقتها ابتسام باطمة في حالة اعتقال وإحالتها على سجل الودايا بمراكش. والإخوان بغينا نفتحوا واحد القوس بالنسبة لتطورات القضية، ولكن بغينا نفتحوا واحد القوس للأمور اللي كنعتبرها واللي معتبرة بصفة عامة أنها خطيرة بزاف، هو فشنا واحد لايف ديال واحد السيد عنده قناة ديال اليوتيوب ودار واحد البث مباشر من وسط المحكمة، وهذا أمر خطير بكل صراحة لأن ممنوع تصوار وسط الجلسات المحكمة إلا لأمر بذلك القاضي، لأنك تبقى القاضي عنده واحد الحرية كاملة يدير أمر بالتصوير ولا يدير اللي بغى، لأن ديك الجلسة كتكون واحد عندها واحد القدسية وقاعة المحكمة عندها واحد القدسية بكل صراحة. فهذا كنعتبر واحد أولا طعن في القضاء، طعن في المحاكمة العادلة. نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي.